ما زالت عائلة باجس نخلة من مخيم الجلزون تنتظر على أعصابها في شهر رمضان المبارك تنفيذ قرار سلطات الاحتلال بهدم بيتهم غدا، والمكون من 3 طبقات، بعيدا عن عيون باجس كونه أسير منذ 19 عاما، لكنه سجن على فترات متقطعة، إضافة إلى هدم المسجد المقابل لبيتهم. عبر علينا الجيش، طبلوا وجيش أول إيش كانوا، عملوا زي تحقيق مع الأولاد، أسئلة وبعدين سألنا في فواتير كهرباء، فواتير مية للدار، ولأنه كانوا كابل برا الدار، صوروا الدار وكيسوا الدار وإحنا جوا الدار يعني. وبعدين أجت الإدارة المدنية بعدهم وقال أنتوا يعني بدنا رخصة للدار، قالوا إنها هذه منطقة يعني فيش فيها رخص، وإحنا من زمان بانيين يعني من 10 سنين وما نعرفش يعني، ما مش بس إحنا دارنا لحالنا يعني، في بجوز 300 دار حوالينا وجنبنا، وإحنا أبعد دار يعني، لسه في أقرب منا على الشارع. فقالوا إحنا معنا أمر بهد الدار. أنا سألته يعني ليش يعني مش معنا داري، قال لي أنت بتعرفيش مين جوزك، يعني خلونا نوقع البلاغ اللي معاهم وراح. أنا بحكي إنه هذا الموضوع سياسي ملوش خص في الرخصة، لأنه أنا عشان جوزي بس، لأنه هو قاعد أكثر من 18 سنة في السجن وهو بعتبره من حماس، فعشان هيك إحنا متوكلين على الله ما طلعنا قش، زي ما أنت شايف يعني البيت زي ما هو، وين نطلع الروح يعني، وين ما نودي؟ هذول 3 طوابق يعني، لا غرفة ولا غرفتين، وين أنا اللي بدي يعني شو نطلع نروح نستأجر قبل ما يجوا يهدوا يعني؟ ما طلعناش إيش، توكلين على الله. أخذت عمرنا وحياة جوزي وعمره، يعني هي هذه الدار ثمنها غالي، حياتنا تشلنا، وين ندور يعني؟ اللي بنا بده يرد يبني؟ ما تشلوا ديون علينا تشلوا ديون، الساعة ما سدناش ديونها. إحنا إن شاء الله متوكلين على رب العالمين إن شاء الله. وعلى بعد بضعة أمتار لم تسلم عائلة دغيش من قرار الهدم أيضا، بل سلمت إخطارا بهدم بيتها الذي سكنته منذ 7 شهور بحجة عدم الترخيص. دعجوا الجيش تقريبا الساعة 4 إلى 10 4 إلى ربع يعني، 4 تقول دخلوا عندنا الدار. لما دخلوا هذا البيت طبعا طلب هويتي وقال لي هذا البيت إلك، قلت له أين عامل هذا البيت؟ قال لي شو اسمك؟ قلت له محمد دغيش. قال لي أعطيني هويتك، أعطيته هويتي، قال لي جيب لي الأولاد كلياتهم. طبعا دخل حوالي 20-30 واحد جندي على الدار من هذا المنطلق. قال لي المنطلق بجوز شال منطقة سي، رغم إنه إحنا بنعرف إنه منطقة باء، هيك كنا نعرف إنه هذه منطقة باء، لكن هم بيقولوا منطقة سي هذه، هيك اللي بنعرفه، إنه بسبب بدون ترخيص، رغم إنه كل الدنيا اليوم بدون ترخيص. من مخيم الجلزون، فرح زحالقة، تلفزيون وطن.